أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق العرش ومن علاه، وبحق الوحي ومن أوحاه، وبحق النبي ومن نباه، وبحق البيت ومن بناه، يا سامع كل صوت، يا جامع كل فوت، يا بارئ النفوس بعد الموت، صل على محمد وأهل بيته، وآتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك، صلى الله عليه وآله وعلى ذريته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الحديث في أدلة البراءة الشرعية، أي أدلة القاعدة الثانوية، القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية. وقلنا يستدل على البراءة الشرعية بالقرآن الكريم وبالسنة الشريفة وبالاستصحاب، وذكرنا من القرآن بعض الموارد القرآنية ومنها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والمورد الثاني كان قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمورد الثالث قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. والمورد القرآن الرابع وهو قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وبعد ذلك قلنا يستدل عليها على البراءة الشرعية بالسنة النبوية الشريفة، وذكرنا بعض الموارد منها ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام، وهو الرواية هي أو مفادها: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. والمورد من السنة الشريفة الثاني هو حديث الرفع، الأول كان حديث الإطلاق: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. والمورد الثاني هو حديث الرفع ومفاده رفعه، وهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومفاده رفع عن أمتي تسعى الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيارة والتفكر في الوسوسة إلى آخر الحديث. والمورد الثالث من موارد السنة الشريفة هي رواية زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد، وهو حديث الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. والمورد الرابع من السنة الشريفة وهو حديث الحلية، إذن عندي
حديث الإطلاق وحديث الرفع وحديث الحجب وحديث الحلية. وهو أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كل شيء فيه حلال وحرام وهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدع. إذن انتهينا من الاستدلال على البراءة الشرعية بالقرآن والاستدلال على البراءة الشرعية بالسنة، ويكفي تمامية واحد من تلك الأدلة فتثبت البراءة الشرعية كما أوضحنا هذا الأمر سابقا. الآن أيضا الطريقة الثالثة الاستدلال على البراءة الشرعية أو إلى ما يفيد أو إلى ما تفيده البراءة أو إلى مفاد البراءة الشرعية، أي ما يفيد الإطلاق، لأن البراءة تفيد الإطلاق وتفيد السعة وتفيد التأمين، تفيد إطلاق العنان، فما يفيد هذا المعنى، ما يفيد عدم الإلزام، ما يفيد الترخيص، أي ما يفيد مفاد البراءة، يمكن استفادة هذا المعنى بدليل الاستصحاب. بتعبير ضمن هذه المرحلة نقول يستدل على البراءة الشرعية بالاستصحاب، بدليل الاستصحاب. طبعا دليل الاستصحاب هو من الأدلة الشرعية، وبتطبيق الاستصحاب الذي مؤمن شرعا والمجعول شرعا فنستصحب البراءة الشرعية، نستصحب ما يفيد البراءة الشرعية، نستصحب ما يدل على مضمون البراءة، ما يفيد مضمون البراءة، وهو الإطلاق العنان، الإطلاق الحلية، عدم الحرمة، الترخيص، إطلاق العنان، التأمين، أي شيء تريد أن تعبر. إذن قلنا الطريق الثالث للاستدلال على البراءة، قلنا القرآن والسنة والاستصحاب. يمكن الاستدلال على البراءة بعموم دليل الاستصحاب. كيف نستدل؟ نستدل بعموم دليل الاستصحاب. كيف نستدل بدليل الاستصحاب أو بالاستصحاب؟ بقاعدة الاستصحاب لو صح التعبير، وسيأتي الكلام عن قاعدة الاستصحاب. كيف نستدل على البراءة بالاستصحاب؟ وذلك بأحد لحاظين. لذلك قلنا نحن نستدل على البراءة بدليل الاستصحاب، أو نستطيع بتعبير آخر نقول، لذلك قلنا ضمن هذه المرحلة نريد أن نعبر بتعبير لو صح التعبير أكثر دقة، نقول يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب لاستفادة الإطلاق، السعة، التأمين، عدم الجعل، عدم التكليف، عدم فعلية المجعول، عدم فعلية التكليف، أي شيء لنستفيد الإطلاق، السعة، إطلاق العنان، الحلية، أي شيء تريد أن تعبر، نعوض بدل البراءة الاستصحاب، ويستفاد نفس ما يراد استفادته من البراءة الشرعية. إذن نرجع إلى التعبير الأصلي، نقول يمكن الاستدلال على البراءة بعموم دليل الاستصحاب بأحد لحاظين. كيف؟ بدليل الاستصحاب بأحد لحاظين. اللحاظ الأول لحاظ بداية الشريعة، واللحاظ الثاني لحاظ حال المكلف قبل التكليف. نأتي إلى اللحاظ الأول، لحاظ بداية الشريعة. نحن نعلم بأن الأحكام الشرعية وصلت إلينا، أو لنقل بلغت تدريجا، لم يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبدأ التبليغ، وفي نفس التبليغ وفي بداية التبليغ وعند التبليغ وفي اللحظات الأولى أو في الوهلة الأولى من التبليغ بلغ جميع الأحكام الشرعية، لا، وإنما تدرج في اليوم الأول، في الشهر الأول، في السنة الأولى، في السنة الثانية، في الثالثة، وهكذا إلى السنة التاسعة والعاشرة للهجرة. وقبل الهجرة أيضا كانت التبليغات، أي بعد البعثة لنقل،
اليوم الأول، الشهر الأول، السنة، وهكذا إلى ما بعد الهجرة إلى السنة العاشرة للهجرة. إذن في بداية الشريعة في اليوم الأول، في الساعات الأولى، في اليوم الأول، في الأيام الأولى، في بداية الدعوة السرية لو صح التعبير، في الأسابيع الأولى، في الأشهر الأولى من البعثة، نعلم ونتيقن بأن التكاليف لم تكن موجودة. إذن عندي يقين سابق بعدم وجود أي تكليف أشك به الآن، صلاة، صوم، حاج، زكاة، وجوب، حرمة بصورة عامة، أي تكليف أشك به أقول هذا التكليف في بداية الشريعة بالتأكيد لم يصدر من المولى، فأتيقن بعدم وجود التكليف، عدم وجود الوجوب في الفعل الفلاني أو في القضية الفلانية أو في المورد الفلاني، أتيقن من عدم وجوب هذا المورد، من عدم وجوب هذا الفعل في بداية الشريعة، أتيقن من عدم حرمة هذا المورد، أتيقن من عدم حرمة هذا الفعل في بداية الشريعة. الآن أشك، عندي شك هل هذا الفعل حلال أو حرام، أشك هل هذا الفعل واجب أو ليس بواجب. الآن أقول أتيقن بأن هذا الفعل في بداية الشريعة لم يكن واجبا، أستصحب عدم، وأشك الآن بوجوبه، أستصحب عدم الوجوب، أشك بهذا الفعل، بهذا الفعل هل هو حرام أو ليس بحرام. أقول أتيقن في بداية الشريعة لم يصدر حكم الحرمة بحق هذا، فأعلم وأتيقن بأنه في بداية الشريعة لم يكن هذا الفعل حراما. الآن أشك بحرمتي، أستصحب عدم الحرمة، لاحظ أتيقن عدم الحرمة وأشك الآن بالحرمة، أستصحب عدم الحرمة، أتيقن من عدم الوجوب وأشك الآن بالوجوب، أستصحب عدم الوجوب، أستصحب اليقين السابق. وسيأتي الكلام والتفصيل في الاستصحاب لاحقا إن شاء الله. إذن اللحاظ الأول لحاظ بداية الشريعة، أقول التكليف المشكوك، أو يقال بأن التكليف المشكوك لم يكن قد جعل، أي أصل الجعل لم يكن موجودا، لم يكن قد جعل في بداية الشريعة، تيقن من عدم الجعل، والجعل أتى بالتدريج، لم يكن قد جعل، أقول قلنا اللحظة الأول لحظة بداية الشريعة، فيقال أن التكليف المشكوك لم يكن قد جعل في بداية الشريعة يقينا، لأن تشريع الأحكام كان تدريجيا، فيستصحب عدم جعل التكليف المشكوك، أشك الآن وأتيقن من عدم جعله سابقا، إذن أستصحب عدم الجعل. هذا اللحظة الأول. اللحظة الثاني، أي اللحاظ الأول، هو القاعدة العملية التي تجري، وهي الاستصحاب في اللحاظ الأول بأننا لحاظ بداية الشريعة، فإننا نستصحب عدم جعل التكليف، لاحظ، إذن في اللحاظ لحاظ بداية الشريعة فإننا نستصحب عدم جعل التكليف. إذن تعطي هذا العنوان، نقول اللحاظ الأول هو لحاظ بداية الشريعة، فهنا يكون عندي فيها استصحاب عدم جعل التكليف. نأتي إلى اللحاظ الثاني، وهو لحاظ حال المكلف قبل التكليف. الآن نأتي كل شخص من عندنا يقول قبل أن أصل إلى سن التكليف، هل كان هذا الفعل واجب عليه؟ الفعل الآخر هل هو حرام؟ وجوب الصلاة، حرمة شرب الخمر، هل هذا واجب؟ هل هذا حرام؟ لاحظ، نقول عندما كنت صغيرا قبل البلوغ، عندما كنت طفلا
أتيقن من عدم وجوب الصلاة عليه، أتيقن من عدم حرمة الفعل الفلان. لا، أتيقن من عدم وجوب الفعل الفلاني، أتيقن من عدم حرمة الفعل الفلاني. الآن بعد أن بلغت أشك، أقول هل الفعل الفلاني واجب علي أو لا؟ أقول أنا الآن أشك بوجوب هذا الفعل، وأتيقن بأن هذا الفعل قبل بلوغي لم يكن واجبا، أتيقن من عدم وجوبه، فأستصحب اليقين، أستصحب المتيقن، أستصحب عدم الوجوب. أشك بالوجوب الآن وأتيقن من عدم الوجوب، أستصحب عدم الوجوب. والفعل الآخر أقول الآن هل هو حرام علي أو لا؟ أقول قبل البلوغ لم يكن حرام علي هذا الفعل، أي عدم حرمة قبل البلوغ، أتيقن من عدم حرمة هذا الفعل علي، أستصحب عدم حرمة الفعل. الآن أشك، أستصحب عدم الحرمة. لاحظ مثال أعطيناه في بداية اللحظة الثانية، قلنا وجوب الصلاة، حرمة شرب الخمر. الآن نقول الصلاة واجبة، تقول نعم الصلاة واجبة، إذن كيف تقول الصلاة واجبة وتقول لم أشك في الصلاة وأشك بالوجوب وكذلك في الخمر ونحوها من أمثلة، وموارد كثيرة تأتي ونحن نعلم ونتيقن من وجود الحكم ومن صدور الحكم من المولى. نقول الكلام باللحاظ الثاني، لحاظ حال المكلف قبل التكليف، فإننا نجري استصحاب لاحظ ليس عدم جعل التكليف كما في اللحظة الأول، وإنما استصحاب عدم فعلية التكليف. وعندما نتحدث عن عدم فعلية التكليف، أي عدم فعلية التكليف، أي عدم فعلية المجعول، عندما نتحدث في الفعلية نتحدث بالمجعول. إذن هنا نقول إذن التكليف قبل، من شروط التكليف، أي من شروط فعلية التكليف، من شروط فعلية التكليف يعني نقصد من شروط المجعول، من شروط فعلية التكليف، من شروط فعلية المجعول هو البلوغ. قبل البلوغ لا فعلية للتكليف على هذا المكلف الذي لم يبلغ. على هذا الطفل، على هذا الصبي، أن نقول التكليف ليس بفعلي، المجعول ليس بفعلي. الآن أتيقن من عدم فعلية الوجوب وأشك الآن بعد أن بلغت هل هو واجب أو لا، أستصحب عدم الوجوب. أتيقن من عدم حرمة فعل، عدم فعلية طبعا المجعول، عندما نقول عدم حرمة، عدم حرمة هذا الفعل قبل بلوغي، الآن أشك بحرمته، أستصحب عدم الحرمة. إذن لحاظ حال المكلف قبل التكليف، اللحاظ الثاني لحاظ حال المكلف قبل التكليف، يقال إن التكليف المشكوك لم يكن ثابتا علي قبل، لاحظ لم يكن ثابتا، أي لم يكن فعليا، لم يكن فعليا علي قبل سن التكليف، عندما كنت صغيرا قبل البلوغ، أي شيء تريد أن تعبه، وعدم الثبوت يقيني، أتيقن من عدم ثبوت هذا الحكم وعدم فعلية هذا الحكم، فأستصحب وأشك الآن، فأستصحب عدم فعلية التكليف المجعول، فأستصحب عدم فعلية التكليف، طبعا نقصد التكليف المجعول. واضح القضية؟ إذن لحاظ أول لحاظ بداية الشريعة نستصحب عدم الجعل، اللحاظ الثاني لحاظ ما قبل البلوغ، لحاظ الصغر، لحاظ الطفولة، لحاظ الصبا لو صح التعبير، وهنا عدم فعلية المجعول، فنستصحب عدم فعلية المجعول. طبعا يبقى النقاش وتمامية الاستصحاب، هذا يأتي إن شاء الله لاحقا. يأتي اعتراف هنا للشيخ النائني وهو أستاذ السيد القوي،
يعترض الشيخ النائني قدس سره. يقول اعتراض الشيخ النائني يقول ان استصحاب التفت الى الاعتراض يقول ان استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه الاستصحاب من شروط الاستصحاب سنذكر أن يكون المستصحب أثر يترتب أو صح التعبير يترتب على الاستصحاب أثر عندما نتحدث بالاستصحاب ونستصحب يجب أن يترتب الأثر على الاستصحاب يعني المولى عندما جعل الاستصحاب على نحو اللغوية مجرد استصحب وانتهت القضية وتطبق الاستصحاب أينما تريد ونقول المولى شرع هذا نقول المولى لا يشرع الحكم على نحو اللغو طبعا شرع الحكم من أجل أثر الشرع الأثر المترتب على هذا الحكم إثبات حكم أو نفي الحكم إثبات تكليف أو نفي التكليف إذن يترتب أثر على الاستصحاب هذا بدوا ومن هذه المرحلة إن شاء الله يأتي تفصيل قلنا في الاستصحاب إن شاء الله إذن اعتراض الشيخ النعيمي يقال بأن استصحاب عدم حدوث نستصحب عدم حدوث الوجوب عدم حدوث الجعل عدم حدوث فعلية المجعول كما بينا في اللحظة الأولى واللحظة الثانية عدم حدوث ما يشك في حدوثه الآن نشك في حدوثه ونستصحب عدم حدوثه قبل البلوغ أو في بداية الشريعة نقول متى نستصحب عدم حدوث ما يشك في حدوثه إنما يجري متى يجري إذا كان هناك أثر إذا ترتب على الاستصحاب الأثر إذا لم يكن الاستصحاب على نحو اللغوية كيف نقول لو ثبت عندي الحكم أو كان الحكم ثابتا عندي ثبت الوجوب عندي بطريق معين قبل إجراء الاستصحاب الآن أقول هل يوجد ثمرة من إجراء الاستصحاب يكون على نحو اللغو لأنه تحصيل للحاصل إذن نحتاج في الاستصحاب ترتب الأثر أو يشترط في الاستصحاب ترتب الأثر إذن نقول إن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه فيه حالتان أو فيه فرضان لنقول أليف وباء أليف إنما يجري استصحاب عدم حدوث استصحاب عدم الحدوث متى يجري نقول إنما يجري إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب الأثر المترتب على الاستصحاب إذا كان الأثر منوطا بعدم الحدوث يعني إذا كان الأثر المترتب على الاستصحاب هو متوقف على عدم الحدوث يعني مجرد ما استصحب عدم الحدوث يترتب أثر على عدم الحدوث وسنذكر المثال هنا نقول الاستصحاب استصحاب عدم الحدوث إنما يجري إذا كان الأثر منوطا بعدم الحدوث أي عدم حدوث ما يشك بحدوثه فنتوصل إليه تعبدا بالاستصحاب فنتوصل بالأثار بالاستصحاب نستصحب عدم الحدوث وعدم الحدوث يترتب عليه مباشرة الأثر فنتمسك بالأثر تعبدا ونحرز لو صح التعبير الأثر تعبدا بالاستصحاب مثال حتى نقرب هذه الفكرة وهذه الفكرة قلنا إذا وجد أثر والأثر ترتب على عدم الوجوب ترتب على عدم التكليف ترتب على عدم الحرمة ترتب على عدم النجاسة نستصحب عدم النجاسة يترتب عليه الأثر نستصحب عدم التكليف يترتب عليه الأثر إذا حصل هذا الشيء ولم ترتب الأثر ولم يكن تحسين الحاصل أي وجد الأثر ولم يكن لغوان إذن يتم الاستصحاب نقول إن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه إنما يجري إذا كان الأثر أي الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب إذا كان الأثر منوطا بعدم الحدوث أي عدم حدوث
ما يشك بحدوثه، فنتوصل إليه تعبدا بالاستصحاب. مثال: إذا شككنا في حدوث النجاسة في الماء، والآن توضأت بالماء، توضأت بالماء الذي أشك بنجاسته، فأقول: إذا شككت في حدوث النجاسة في الماء وكان الأثر المطلوب هو تصحيح الوضوء، هل وضوءي صحيح بهذا الماء أو ليس بصحيح؟ الآن هذا الأثر الذي هو تصحيح الوضوء، صحة الوضوء متوقفة على أي شيء؟ صحة الوضوء متوقفة على عدم نجاسة هذا الماء، على عدم حصول النجاسة، على عدم حدوث النجاسة، على عدم حدوث نجاسة الماء. إذن صحة الوضوء متوقفة على أي شيء؟ على عدم نجاسة الماء. لاحظ، من شروط صحة، لنقول هذا، نقول من شروط صحة الوضوء عدم نجاسة الماء. إذن الوضوء صحيح إذا لم يكن الماء نجسا، الوضوء صحيح مع عدم نجاسة الماء، إذا لم يكن الماء نجسا فالوضوء صحيح، مع عدم أو نقول بشرط عدم نجاسة الماء فالوضوء صحيح. لاحظ شرط: إذا لم يكن الماء نجسا مع عدم نجاسة الماء فالوضوء صحيح. الآن هذا شرط لنقل عدم نجاسة الماء، والأثر والجزاء لو صح التعبير ويترتب عليه صحة الوضوء. الآن إذا ثبت عندي عدم نجاسة الماء، إذا تحقق الشرط، تحقق أو ثبت المشروط، ثبتت صحة الوضوء. الآن أستصحب عدم نجاسة الماء، إذا ثبت عندي عدم نجاسة الماء تعبدا، هذا كلام آخر لكن ضمن هذه المرحلة. إذا ثبت عندي عدم نجاسة الماء بالتعبد بالاستصحاب، إذن يثبت الأثر. ما هو الأثر؟ قلنا المترتب على هذا الشرط المشروط، وهو صحة الوضوء. إذن مباشرة باستصحاب عدم النجاسة ثبت عندي صحة الوضوء بالماء. إذن نقول في المثال: إذا شككنا في حدوث النجاسة في الماء، ثانيا والأثر المطلوب هو تصحيح الوضوء بالماء، ثالثا الخطوة الثالثة وهذا الأثر تصحيح الوضوء منوط بأي شيء؟ هذا الأثر منوط بعدم ومقيد ومشروط بعدم ومتوقف على عدم حدوث النجاسة، فنجري استصحاب عدم حدوث النجاسة ونثبت بالتعبد الاستصحابي أن الوضوء بالماء صحيح، لأن نثبت بالتعبد، نثبت الشرط بالتعبد، نثبت القيد بالتعبد، نثبت عدم النجاسة بالتعبد، فيثبت الأثر وهو صحة الوضوء. إذن صارت الفرع الأول، صار الفرع الأول عندي واضحا. إذن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه، هل الاستصحاب يجري؟ إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب، إذا كان الأثر منوطا بعدم الحدوث، كان متوقفا على عدم الحدوث، كان الأثر مشروطا بعدم الحدوث، متفرعا مباشرة على عدم الحدوث، من آثار وتبعات وتفريعات عدم الحدوث أي شيء تريد، المهم المعنى إن شاء الله صار واضحا بالمثال. نقول إن هذا أليف إنما يجري ولا يجري، أي استصحاب عدم حدوث التكليف في المثال، أو عدم حدوث الجعل، أو عدم حدوث فعلية المجعول، ولا يجري استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه، ولا يجري استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه إذا كان الأثر، إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب، إذا كان الأثر يكفي في تحقيقه واقعان مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء. أي الآن لا يريد أن ينفي الأثر، قلنا إذا لا يوجد أثر لا يجري الاستصحاب، هذا القضية خارجة. إذن كم حالة عندي؟ كأنما عندي
ثلاث صور. الصورة الأولى لا يجري أصل أثر أصلا، لا يوجد أثر أصلا، فلا معنى لجمعان الاستصحاب، لا يجري الاستصحاب. إذن إذا لم يوجد أثر للاستصحاب لا يجري الاستصحاب. ثانيا نقول يوجد أثر للاستصحاب. إذا وجد أثر للاستصحاب ولم يثبت عندي الأثر سابقا من طريق آخر، أي لم يكن الاستصحاب تحسين للحاصل، إذن هنا يجري الاستصحاب. الصورة الثالثة نقول يوجد أثر للاستصحاب، لكن هذا الأثر الذي يترتب على الاستصحاب هو موجود، وقبل الاستصحاب موجود وثابت هذا الأثر، فجريان الاستصحاب وإثبات هذا الأثر للاستصحاب هو تحصيل للحاصل، وهو له لا يجري من المولى ولا يصدر من المولى ولا يدفع المكلف نحو اللغوية. إذن كم حالة، كم صورة لا يجري فيها الاستصحاب؟ يوجد صورتان. الصورة الأولى عندما مع عدم الأثر أصلا لا يجري الاستصحاب، والصورة الثانية مع وجود أثر لكن الأثر هو عبارة الأثر المترتب على الاستصحاب هو عبارة عن تحصيل للحاصل، أيضا هنا لا يجري الاستصحاب. فهنا يتحدث في الفرع الثاني باء هو أنه وأن الأثر يجري لكنه تحصيل للحاصل. لماذا؟ نقول لأن عدم العلم بالتكليف، عدم العلم بالتكليف، الشك، عدم العلم بالتكليف يكفي، لاحظ عدم العلم بالتكليف يكفي في التأمين، يكفي في البراءة، يكفي في إطلاق العنان، يكفي في السعة. عدم حدوث الشيء هو يكفي. كيف نقول يكفي؟ تطبيقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا اعترض الشيخ النائم. إذن هذا الإشكال يسجل أيضا على من يقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيسجل الإشكال عليه، أي يسجل الإشكال على الاستدلال بالبراءة، على البراءة بالاستصحاب، يسجل عليه هذا الإشكال ويجري عليه. يقال أنت بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذه القاعدة العقلية، هذا المدرك العقلي يثبت عندك عدم التكليف، يثبت عندك التأمين، السعة، الإطلاق، إطلاق العنان، فما هي الفائدة من جريان الاستصحاب وتثبت به إطلاق العنان، تثبت به السعة، تثبت به التأمين وهي ثابتة لنقل بالبراءة العقلية بقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ لاحظ هذا لا يجري لأنه تحصيل للحاصل. إذن نقول ولا يجري استصحاب عدم باء، ولا أي ثانيا ولا يجري استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه إذا كان الأثر المطلوب، إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب يكفي في تحققه واقعان، يكفي في تحققه وجدانا واقعان. هذه القضية في تحقق أي شيء، في تحقق عدم التكليف من أين؟ من الدليل العقلي، وباعتبار ذلك الدليل العقلي هو دليل قطعي فنتيقن من عدم التكليف. لاحظ يكفي في تحققه واقعا، أي في تحقق عدم الحدوث أو في تحقق عدم الوجوب لو صح التعبير، أو في تحقق عدم النجاسة أو ترتب آثار عدم النجاسة، يكفي في تحققه واقعا مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء، ونحن الكلام في الشك في التكليف، فيكون ذلك الأثر محققا وجدانا في حالة الشك في الحدوث. إذا شككت بالحدوث فأتيقن من عدم حدوث الأثر، أي في المقام من في المثال من عدم النجاسة، في مورد آخر أتيقن من عدم الوجوب أو من عدم الحرمة أو من عدم التكليف، فيكون ذلك الأثر محققا وهو عدم الوجوب أو عدم الحرمة في حالة الشك في الحدوث، ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم الحدوث. مثال في مقام البحث، فإن الأثر المطلوب هو التأمين ونفي استحقاق العقاب، التأمين، إطلاق العنان، السعة ونفي استحقاق العقاب. الآن نقول نحن
من قاعدة قبح العقاب بلا بيان المفروض نتيقن من التأمين، نتيقن من عدم استحقاق العقاب؟ نقول نعم نتيقن وجدانا، هذه أوضح لتطبيق المعرفة الوجدانية بهذا الأثر. نقول الأثر هو التأمين، السعة، الإطلاق، عدم استحقاق العقاب، ونحن بقاعدة قبح العقاب نتيقن من هذا الأثر، نتيقن بالتكاليف المشكوكة، نتيقن من قبح العقاب بلا بيان، فنتيقن من عدم ترتب الأثر وعدم استحقاق العقاب في التكاليف المشكوكة إذا تركها المكلف. نقول مثال في مقام البحث، فإن الأثر المطلوب هو التأمين ونفي استحقاق العقاب، وهذا الأثر مترتب على مجرد عدم البيان وعلى مجرد عدم العلم بحدوث التكليف وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. نقول المثال هو أيضا بشكل نقاط، نقول النقطة الأولى أو أولا في مقام البحث، فإن الأثر المطلوب هو التأمين ونفي استحقاق العقاب. ثانيا، هذا الأثر مترتب على مجرد عدم البيان ومجرد عدم العلم بحدوث التكليف، مجرد عدم بيان حدوث التكليف، مجرد عدم العلم بحدوث التكليف وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. ثالثا، فالأثر حاصل وجدانا، التأمين حاصل وجدانا، عدم العقاب حاصل وجدانا. رابعا، فلا معنى حينئذ لمحاولة تحصيله تعبدا بالاستصحاب، فهو من تحصيل الحاصل، وهذا يستحيل صدوره من المولى ويستحيل أن يدفع المكلف نحو تحصيل الحاصل ونحو اللغوي. هذا الاعتراض للشيخ الناعيمي. نحن الرد على هذا الاعتراض. أولا، نحن ممن يختار قاعدة ما استحق الطاعة، قاعدة الاشتغال العقلي، الاحتياط العقلي، نقول إذن ما ذكره الشيخ النائني لا يتم على ما نتمسك به وما نختاره، لأن إشكال الشيخ النائني مبتني على التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ونحن نرفض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما نقول يجري مسلك حق الطاعة وقاعدة الاشتغال العقلي والاحتياط العقلي. إذن لم يثبت عندي البراءة، بل يثبت عندي التنجيز، الإلزام، الحفظ، الاحتياط، وهنا بالاستصحاب أرفع هذا الاحتياط تعبدا، أرفع التنجيز، أرفع التكليف لو صح التعبير، أو وجوب التكليف أو حرمة التكليف، وجوب الفعل أو حرمة الفعل، أرفع التحفظ. هذا أولا. إذا نرد على اعتراض النائين، نقول أولا أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ونقول بمسلك حق الطاعة وعليه فالأثر المطلوب لا يكفي فيه مجرد عدم العلم، فالأثر المطلوب التأمين، السعة، إطلاق العنان، لا يكفي عدم العلم، لأننا نقول بمسلك حق الطاعة، فعدم العلم يثبت عندي التنجيز، يثبت عندي التكليف، يثبت عندي التحفظ والاحتياط، فأحتاج إلى دليل لرفع هذا التحفظ والاحتياط، فأضطر إلى الاستصحاب إذا لم يثبت أو لم تثبت البراءة بالقرآن أو بالسنة، أرجع إلى استصحاب عدم التكليف، استصحاب عدم الجعل، استصحاب عدم فعلية المجعول. هذا أولا الرد على اعتراض النحل. الاعتراض الثاني أيضا ضمن هذه المرحلة يطرح، نقول يوجد فائدة، كيف؟ يقول لو سلمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي الآن ندافع عن الذين يقولون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يتبرع ونتبرع عنهم بالرد على الشيخ النائني، نقول إن قبح العقاب يثبت بدرجات متفاوتة، okay. نقول بالدليل ما توصلنا إليه بقاعدة قبح العقاب، نقول بالإدراك العقلي مرة ندرك عقلا بقبح العقاب بلا بيان، فنشك بتكليف، فهنا نقول العقل يحكم يدرك بقبح العقاب بلا بيان، فلا نأتي بالتكليف، وتبين واقعا وجود التكليف وثبوت التكليف، هنا يقبح على المولى معاقبة المكلف. هذا الذي يستفاد من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا يعني لنقل تقريب على نحو التطبيق، فنقول يقبح على المولى. إذن الآن العقل أدرك، لم يأتي شيء ويقول هذه القضية مؤمنة ومن الشارع، وإنما العقل أدرك بأنه إذا لم يأتي، إذا شككنا بتكليف
إذا لم نعلم به، إذا لم نتيقن بتكليف، شككنا به، شككنا بتكليف. فالعقل يدرك بأنه لو ترك المكلف هذا فإن المولى يقبح عليه معاقبة هذا المكلف لقبح العقاب بلا بيان، لأنه لا يوجد بيان، وهذا يشك، لا يوجد علم ويقين بهذا التكليف. إذن هنا نقول يقبح. الآن نقول نعطي، نقول لو صدر من المولى، لو صدر من المولى دليل شرعي وقال، لاحظ، قال المولى أنت مؤمن وأنت في تأمين وأنت في سعة وأنت في إطلاق بخصوص هذا الفعل أو بخصوص هذا المورد الذي تشك به. لاحظ، لاحظ، الآن صدر من المولى دليل قال أنت في أمان، أنت لا تتحمل عقوبة، ليس عليك عقوبة، لا تبع عليك، لا إدانة عليك، أنت في سعة، أنت في إطلاق، أنت في حل. الآن نقول هل يقبح على المولى العقاب؟ طبعا إذا ترك المكلف الفعل هل يقبح؟ طبعا بالتأكيد يقبح على المولى العقاب. لكن نقول القباحة أين أكثر؟ أي درجة قباحة تكون أوضح وأجلى وأعمق وأكد وأقوى؟ هل في الحالة الأولى أم في الحالة الثانية؟ أي فقط في الحالة الأولى طبعا يدرك العقل قبح العقاب لا بيان مع التسليم طبعا بها، وهنا إضافة إلى أدراك العقل، لا، الشارع نفسه، المولى نفس المولى أصدر وقال لأنك في تأمين والآن يريد أن يعاقب. عندي مولى أول ومولى ثاني. المولى الأول أراد من العبد أن يجلب اللحم لنقل من السوق، أو يجلب الماء من النهر. لكن العبد لم يسمع، قال لكن العبد لم يسمع، لم يصل إليه، تحدث مع شخص وذلك الشخص لم يوصل الأمر إلى العبد. هذا علاقة العبد الأول بالآمر الأول. نأتي إلى عبد ثاني وآمر ثاني. الآمر الثاني أيضا نفس الآمر الأول، أراد ما أبلغ، لم يصل التبليغ إلى ذلك العبد الثاني. والفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية أن العبد، أن الآمر في الحالة الثانية، الآمر الثاني كان قد بلغ العبد وأعلم العبد بأنه أي تكليف، أي أمر لم تتيقن منه، لم تعلم به، لم يصل إليك يقينا، شككت به، فلا تلتزم به. الآن لا العبد الأول جلب الماء للسيد ولا العبد الثاني جلب الماء للسيد. ولا ننسى بأن الفرق بين السيد الأول والثاني أن الثاني أبلغ العبد وأعلمه بأنه إذا شككت بأي تكليف لا تلتزم به. الآن العبد الأول عاقب، المولى الأول عاقب العبد، والمولى الثاني السيد الأول عاقب العبد الأول، والسيد الثاني عاقب العبد الثاني لعدم جلب الماء. طبعا عقوبة السيد الأول يقبح عليه معاقبة هذا، والثاني أيضا يقبح، لكن من الأكثر عقوبة؟ ماذا تقول أنت أيها الإنسان العاقل؟ طبعا تقول السيد الثاني ارتكب، لو صح التعبير، الأقبح أو أوضح بالقبح، أو أكد في العقوبة، أو أعمق في القبح، أو عفوا وأكد بالقبح. لماذا؟ لأن هنا إضافة إلى هذه القاعدة، المدرك العقل الذي يشير إلى قبح العقاب بلا بيان، فيقبح على السيد الأول معاقبة هذا لقبح العقاب بلا بيان، والسيد الثاني يقبح عليه معاقبة هذا لسببين، لقبح العقاب بلا بيان ولأنه قال له أنت في حالة تأمين إذا شكك. أرجو أن تكون القضية مقربة لنا. إذن نقول الرد عدن على الاعتراض. ثانيا، لو قلنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن قبح العقاب على مخالفة التكليف مشكوك، لم يصل إذن الشارع فيه كما في العبد الأول، ثابت بدرجة أقل من قبحه على مخالفة التكليف مشكوك، قد بين إذن الشارع في مخالفته، أو قد بين الشارع إذنه في المخالفة كما في العبد الثاني والسيد الثاني. والمطلوب في الاستصحاب هو تحقيق الدرجة الأعلى من القبح، وهي الدرجة السيد الثاني، هي تحقيق هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب والمعذرية. والثابت بمجرد الشك
هو حالة السيد الأول، هو الدرجة الأدنى من قبح العقاب والمعذرية، فليس هناك تحصيل للحاصل، صارت فيها ثمرة من إجراء الاستصحاب كما بينا في المثال. نقرأ إن شاء الله. نقول وهذه كما وصلنا إلى أن قلنا وهذه أهم النصوص التي استدل بها على البراءة من الكتاب والسنة، وقد لاحظنا أن بعضها تام الدلالة. نأتي وقد يضاف، سجل هنا ثالثا، قلنا تسجل هنا الأدلة على البراءة، سجل في هذا المقام الأدلة على البراءة الشرعية، أولا من القرآن، القرآن الكريم، ثانيا السنة الشريفة، ثالثا الاستصحاب. فهنا وقد يضاف، اكتب ثالثا الاستصحاب. وقد يضاف إلى ذلك، أي إلى القرآن وإلى السنة، التمسك بعموم دليل الاستصحاب، وذلك بأحد لحاظين. اللحاظ الأول وهو لاحظ الأول، نلتفت، أي لحاظ بداية الشريعة، سجل الأول لحاظ بداية الشريعة. الأول أن نلتفت إلى بداية الشريعة، فنقول إن هذا التكليف المشكوك لم يكن قد جعل في تلك الفترة يقينا في بداية التكليف، لأن تشريع الأحكام كان تدريجيا، فيستصحب عدم جعل ذلك التكليف. الآن نشك، نستصحب عدم جعل ذلك التكليف. لاحظ، ضع خطا تحت جعل عدم جعل. الثانية، اللحاظ الثاني، أن يلتفت إلى حال ما قبل تكليف المكلف، قبل البلوغ، أن يلتفت أو يلتفت المكلف إلى حالة ما قبل تكليفه، قبل بلوغه في الصغر عند الطفولة، كحالة صغره مثلا، فيقول إن هذا التكليف الآن الذي أشك به، إن هذا التكليف لم يكن ثابتا علي في تلك الفترة، ويشك في ثبوته بعد البلوغ، فيستصحب عدم الثبوت. لاحظ، لم يكن ثابتا، سجل فوق لم يكن ثابتا، لم يكن فعليا، ان هذا التكليف لم يكن فعليا، لم يكن ثابتا علي، اي لم يكن فعليا علي في تلك الفترة يقينا، ويشك في ثبوته، اي يشك في فعليته بعد البلوغ، فيستصحب عدم الفعلية، عدم الثبوت، عدم فعلية التكليف. ان هذا التكليف، اكتب فوق التكليف المجعول، حتى تعرف الان الكلام في المجعول. وقد اعترض هنا اعتراض المحقق النائني، وقد اعترض المحقق النائني قدس سره على اجراء الاستصحاب باحد هذين اللحاظين. اعترض المحقق على اجراء الاستصحاب باحد هذين اللحاظين، ماذا قال؟ قال بان استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه انما يجري لماذا؟ يقول لأن عدم الحدوث إنما يجري إذا ترتب الأثر. لاحظ، بأن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه إنما يجري، وهذا واضح في اللحاظ الثاني يقينا، بأن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه إنما يجري إذا كان الأثر المطلوب، إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب منوطا ومتوقفا ومشروطا بعدم الحدوث، منوطا بعدم الحدوث أو متوقفا على عدم الحدوث أو مشروطا بعدم الحدوث، إذا كان الأثر المطلوب منوطا بعدم الحدوث، فنتوصل إليه تعبدا بالاستصحاب، وفي أيضا على اللحظة الأول نقول منوطا بعدم الجعل، وهنا نقول منوطا بعدم المجعول، لو قلنا نشمل البحث للحاظين. ومثاله أن نشك في حدوث النجاسة في الماء، والأثر المطلوب هو من هذا الاستصحاب هو تصحيح الوضوء به بالماء، وهو أي الأثر منوط ومتوقف على ومشروط بعدم حدوث النجاسة، فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط، أثبت الشرط، الشرط هو عدم حدوث النجاسة، أثبت عدم حدوث النجاسة بأي شيء؟ بالاستصحاب، بعدم الحدوث، وهو منوط، أي وهو أي الأثر منوط بعدم حدوث النجاسة، فنجري استصحاب عدم حدوث النجاسة، ونثبت بالتعبد الاستصحابي أن الوضوء به صحيح، الوضوء بهذا الماء صحيح. وأما إذا كان الأثر هذا كأنما أولا أي أليف هنا باء، وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته، وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب يكفي في تحققه واقعا، يكفي في تحققه واقعا، ماذا يكفي؟ يكفي مجرد عدم العلم،
يكفي مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء لوجود قاعدة التأمين قبل العقاب بالبيان، فيكون ذلك الأثر محققا وجدانا، وهو عدم التبعة، عدم العقوبة، التأمين، الإطلاق، السعة، محققا وجدانا في حالة الشك في الحدوث. ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم الحدوث، لا نحتاج، لأنه تحصيل للحاصل. ومثال ذلك محل الكلام، لأن الأثر المطلوب هنا هو التأمين، الإطلاق، السعة، والأثر المطلوب هو نفي التبعة، نفي الإدانة، نفي استحقاق العقاب. إذن يقول محل الكلام، ومثال ذلك محل الكلام، لأن الأثر المطلوب هنا هو التأمين ونفي استحقاق العقاب ونفي التبعة والإدانة، وهذا الأثر مترتب على مجرد عدم البيان. لاحظوا، على مجرد قاعدة، على مجرد تطبيق قاعدة قبح العقاب لا بيان، لنقل على مجرد عدم البيان وعدم العلم بحدوث التكليف وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهو حاصل وجدانا. وأي معنى حينئذ لمحاولة تحصيله تعبدا بالاستصحاب إذا كان الشيء وكان الأثر، خاصة إذا نقول هذا الشيء حاصل وجدانا ويقينا، فكيف أحصل عليه تعبدا؟ لا أحتاج للحصول اليقيني، أقوى لو صح التعبير من التحصل، من التحصيل والحصول التعبدي لو صح التعبير، بل لا أثر للتحصيل التعبدي بعد الحصول الوجداني اليقيني. لاحظ، حتى هو لنقل أضعف من القول بتحصيل الحاصل، لو صح التعبير نقول تحصيل الأقوى بالأضعف، هو حاصل وجدانا ويقينا، فذاك الشيء لا يؤثر فيه. فالتحصيل بالتعبد لا يؤثر في التحصيل بالوجدان، إذن فهو حاصل وجدانا. وأي معنى قلنا هذا أردأ من لو صح التعبير من القول بتحصيل الحاصل، وأي معنى حينئذ محاولة تحصيل تعبدا بالاستصحاب، وهل هو إلا نحو من تحصيل الحاصل؟ وهو تحصيل الحاصل هو يكون على نحو اللغوية ولا يلزم منها ولا، فكيف إذا كان القضية لنقل أضعف من هذا وأبعد من هذه القضية، لأنه تحصيل الشيء الواقعي، الشيء الوجداني بشيء تعبدي بأضعف منه، بدرجة أضعف، وهذا غير معقول. وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات، منها أولا أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالأثر المطلوب لا يكفي فيه إذن مجرد عدم العلم، أي التأمين نفي استحقاق العقاب لا يكفي فيه مجرد عدم العلم، لأننا نقول بمستك حق الطاعة كما هو واضح على مستك حق الطاعة، لأنه مع الشك يوجد تنجيز، لا يوجد تأمين ولا يوجد سعة ولا يوجد إطلاق، إذن يوجد تنجيز، إذن يوجد إدانة، يوجد عقاب، يوجد استحقاق عقاب. ثانيا ومنها أنه حتى إذا آمنا بقاعدة قبح العقاب، لو سلمنا بها، لو سلمنا حتى إذا آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا شك في أن قبح العقاب على مخالفة التكليف مشكوك، لم يصل إذن الشارع فيه كما في المثال العبد الأول، لم يصل إذن الشارع فيه هذا قبح العقاب، أن قبح العقاب، لا بس نعيد العبارة، أن قبح العقاب، افتح قوس، ضع قوسا بعد العقاب، ضع هذه العبارة سأقرأها بين قوسين، هذه العبارة على مخالفة التكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه، أغلق القوس هنا، إذن العبارة بين قوسين هي على مخالفة التكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه ثابت، هذا ثابت خبر أنه، إذن إن قبح العقاب ثابت بدرجة أقل، لاحظ إن قبح العقاب ثابت بدرجة أقل. إذن نقرأ العبارة، إن قبح العقاب على مخالفة التكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه، إن قبح العقاب ثابت بدرجة أقل من قبحه على مخالفة التكليف مشكوك قد بين إذن الشارع في مخالفته، كما في السيد الأول والسيد الثاني والعبد الأول والعبد الثاني. والمطلوب بالاستصحاب تحقيق هذه الدرجة الأعلى من القبح كما في العبد الثاني والسيد الثاني، التحقيق هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب والمعذرية، وما هو ثابت بمجرد الشك هو الدرجة الأدنى، فليس هناك تحصيل للحاصل، بل هو تأكيد للعقاب ولقبح العقاب وتشديد لهذا الأمر ولتوضيحه وإبرازه بصورة أكد وأوضح. وهنا انتهينا
من الكلام في الاستدلال على البراءة الشرعية، ويأتي الكلام في اعتراضات على أدلة البراءة، ونذكر في المقام نذكر اعتراضين إن شاء الله، وسيأتي الكلام عنها لاحقا إذا بقيت الحياة وكنا من أهل هذه الحياة على خير وإلى خير وفي خير إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.